السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. طبعا دلوقتي نكمل تعبئة الزيت بتاعنا، يا اما بتحط الزيت امبروزا مش متربطة تحط الكمية بتفضيها، يا اما بتحط الشحمة وحط الطرد الكمية المطلوبة والموجودة على الامبروزا، يا اما بتسحبها كأنك بتشحن الجهاز زي احنا بنعمل كده. اعداد الضغط المنخفض متصل بالخط السحب، الخرطوم الاوسط متصل بالاسطوانة، الخرطوم الاحمر بنسحب من خلاله زي ما احنا شايفين كمية الزيت بدأت تقل معانا اهي كده، السحب كويس ماشي. فعشان ما اطولش عليك نكمل سحب الزيت ونبدا في عمليه الشحن. دلوقتي هنبدا مع بعض ندي شويه فريون ماشي، والضغط مبطل كومبرسر بحيث ان انا ما اطولش في عمليه الشحن، وبعد كده هبدا ازود الفريون بتاعي واحده بواحده لحد ما اوصل للدرجه اللي انا عايزها من الشحن اللي انا عايزها ماشي. هذا الفريون معايا على العداد، المؤشر هنا فوق اهوت، لو الضاغط بيسحب معايا والسحب كويس هيبدا المؤشر ده ينزل مجرد ما اقفل وابدا اشغل الكمبروسر ماشي. واحد عايز لك مصطفى شغل ضاغط الكمبروسر. طبعا احنا عوضنا عن البطاريه بتاعه جهاز التكييف بمحول خفض لتيار مستمر. ادي الضاغط اشتغل شغل وبعدين قفل. خليك معايا قفلت، فالمؤشر بدأ ينزل معايا اهوت، يعني معنى كده الضغط بيسحب. هدي كمية تانية وتابع وانا بدي الغاز اشوف هل خط الطرد بدأ يسخن معايا ولا لا. الطرد بدأ يسخن اهوت، واشوف خط السحب بدأ يسقع معايا ولا لا. نكمل مع بعض كده بيسحب معايا، هدي الكمية بتاعتي. طبعا زي ما قلنا ان احنا عوضنا وجود البطارية في دايرة تكييف السيارة ماشي بوجود محول كهربي بيخفض ل 12 فولت تيار مستمر دي سي ماشي، فاصبحت الدايرة كلها شغالة. وطبعا هنقوم بشرح تفصيلي للدايرة ان شاء الله مع بعض. كومبروسر كده السحب معايا شغال، هنشرح الدايرة كلها ان شاء الله. فطبعا احنا استخدمنا في الدايرة الكومبروسر وصلناه بالمحول، المروحة زي ما احنا شايفين شغالة هنا اهي تبص عليها، وابدأ اشوف جهاز التكييف بتاعه مشغل بلور طبعا بوفر. طبعا بفضل ادي كميات على فترات مختلفة للكمبروسر فريون لحد ما اوصل للدرجة اللي انا عايزها، الضغط اللي انا عايزه تبدأ ماسورة السحب معايا تبدأ تعرق ماشي. لسه طبعا عايز كمية كمان، طبعا على الاقل بياخد له في حدود نص كيلو فريون ماشي، فاحنا معاه واحده بواحده. وعشان ما اطولش عليك في الفيديو خليك معايا. تمام. طبعا بنلاحظ مع بعض ان الضغط عندي بدا يزيد هنا وصل ل 20 اهو. طبعا لسه لحد الان الشحنه ما اكتملتش، عشان تكتمل الشحنه معايا خط الطرد هنا ساخن جدا، خط السائل معقول، خط السحب بدا يبرد شويه، هندي شويه كمان من الشحنه دون نظر تفتح فترة وتبدأ تقفل تاني. لو انا فتحت والمؤشر معايا ما نزلش يبقى انا في عندي سدد في الدايرة، يبقى انا في عندي سدد في الدايرة ماشي. يبقى المفروض ان انا امد غاز بعد ما اقفل الاقي المؤشر بتاعي بدأ ايه ينزل، يعني معنى كده الضغط بيسحب. طب لو الضغط المؤشر ما نزلش يبقى عندي مشكلة في الكمبروسر، زي الكمبروسر اللي كان موجود قبل كده وجربناه مع بعض ما كانش بيسحب معايا.